بكم من جديد مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل مكان. وفي أولى فقراتنا حنمشي نحو ولاية النيل الأبيض في مبادرة تجمع مياه قرى البيض لمشروع مياه جوز البيض. أهلا ومرحبا بكم معنا داخل الاستوديو المهندس بشر الفكي الطيب. أهلا ومرحبا بك ومساء سعيد عليك. عليكم السلام. مرحبا بك. الله يحفظك. وأهلا بك كمان أستاذ عبد الماجد علي أحمد. السلام ورحمة الله. يلا احنا بداية عشان نعرف الناس بالمشروع والمكونات اللي موجودة في المشروع نبدأ بك باشمهندس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية نحن نشكر قناة النيل الأزرق على هذه الفرصة اللي لنا ونقول لهم جزاكم الله خير. ودي فرصة طيبة كمان نحن يعني مشاكلنا ومبادراتنا يعني نطرحها عبركم. فمشروع هو مشروع في ولاية النيل الأبيض في محلية مريمتة وبيخدم بعض القرى في محلية مريمتة وبعض القرى في محلية دويم. هو عبارة عن محطة نيلية بسعة 5500 متر مكعب وفيها خطوط ناغلة وفيها خزانات. المشروع مكون من 5 مراحل. المرحلة الأولى هي المحطة النيلية بسعة 5500 متر مكعب، والمرحلة الثانية خطوط ناغلة للقرى، والمرحلة الثالثة مأخذ للمياه. طبعا نحن عندنا مشكلة في النيل الأبيض إنه النيل بيرجع، نحن عبارة عن البحيرة بتاعت السد بتاعت جبل أولياء، لما يفتح السد البحر بيرجع، النيل بيرجع مسافة 3600 متر. دي مرحلة من المراحل إنه في الصيف البحر بيرجع 3600 متر، دي مرحلة. وبعدها طوال خطوط الناغلة، وعندنا خزانات أرضية مفترة تتعامل في طيبة والقطينة، وعندنا ثاني شبكات داخلية. موفقين ان شاء الله. طيب يا استاذ عبد الماجد، شنو الاهداف اللي انتم من اجلها عملتوا المبادره، والمشاكل اللي بتواجهكم شنو، خاصه انتم في مرحله الاكمال يعني لسه ما اكملتوا المبادره؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. حقيقه يعني اقول لقناة النيل الأزرق وأهلنا في من الجويز إلى القطينة أقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه السانحة نشكر قناة النيل الأزرق باهتمامها البالغ بهموم ومشاكل القرى والمدن. فحقيقة نحن يعني قبل هذا المشروع يعني أهلنا كانوا في ظمأ وعطش دائم، لأن المنطقة منطقة صخرية وما فيها ماء تحت الأرض ولا فيها بحيرة. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه المحطة بعد عناء طويل من جذورنا. كان الإنسان في هذه المنطقة يعني فيهم من مات عطشا، خاصة إذا جاءت رياح وفي وقت الصيف والناس أهل بداوة وأهل زراعة وأهل كده، فإذا ضل الطريق يجد نفسه هو فارق هذه الحياة. كثير من الناس لا داعي لذكر الأسماء والمات عطش. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا المهندس الذي أنا أظنه عطش لأنه كان يدرس في مدرسة تبعد عن أهله 7 كيلو أو 8 كيلو وعطش. أول ما تخرج بدأ في هذا المشروع ونال المشروع حظه من محطة كما ذكر، ونال حظه من المأخذ، إلا أنه متبقي 1600 كما ذكر أخونا الباشمهندس. والخط الناقل مكتمل تماما 26 كيلو من المحطة إلى القطينة. فحقيقة يعني نحن عانينا كثير يمكن من 2004 البداية، وعملت المحطة في 2009 ولم يرى المشروع النور الكامل حتى هذه اللحظة. حقيقة أن الدولة وقفت معنا عبر الولاة ومروا على هذه المنطقة أو الولاية 6 ولاة، كل منهم بالقدر المطلوب عمل ما قدر عليه واستطاع أن يقدمه لهذا المشروع. نشكرهم على ذلك. وحتى هذه اللحظة أخونا
الوالي إسماعيل حامد وراك جزاه الله خير، كان مهتما بهذا المشروع وأكمله هو. فنحن كنا نرجو كذلك أن الوالي الحالي يكمل هذا المشروع ليكون في ميزان حسناته وليسجل له هذا التاريخ الشين المتبقي كله 1600 متر ما كثيرة. هذه 1600 صراحة إذا تكلمنا عنها كانت أول مشروع نفسه كانت بدايته كل التكلفة 3.5 مليار، ثم تحرك إلى 9، ثم تحرك إلى 14، ثم تحرك إلى مبالغ خيالية هسه الآن. فكنا نتمنى من أخونا ولازلنا عشمانين فيه كثير أنه يتم لنا الألف وستمية ويعمل لنا الخزان اللي هو محطة ناقلة. الخزان ده عبارة عن محطة ناقلة للقرى التي لم يصل لها المال بصورة يعني موفقة أو بصورة مطلوبة، اللي هي زي قرية والنوار وسليك. سليك دي مكونة من 4 أحياء، والحامدة والقطينة، ولا أقول القطينة ولكنني أقول مجمع قرى القطينة، الآن هي في انتظار وهل عملوا خزان، وده الخزان اللي يمكن الناس يشربوا منه في القطينة، والخزان الثاني اللي هو في طيبة. فنحن نريد يعني الدولة تهتم بينا كثير، لأننا صراحة نحن في مناطق نائية وفي مناطق تحتاج إلى أن الناس يقدموا لهم، سواء الحكومة المركزية هنا أو الولائية أو أهلنا نفسهم، ندعوهم بأنه يعني ينفضوا غبار عن التمسك بالفلوس ويدعموا نفسهم بنفسهم ويكملوا المأخذ ويكملوا الخزان حتى يهنأ المواطن بال. طبعا دي حاجه الحاجه المطلوبه، وكل اهلنا في السودان معروفين اهل حاره واهل نفير ودائما بيقولوا في الامور دي. يعني حنجي نجي في المشروع ونشوف المشروع وصل وين والحاجه المتبقيه يشتغل، لكن حنمشي لاهلنا في النيل الابيض نشاهد محطه خارجيه نشوف قولهم شنو حول المشروع ونجي. الان احنا معوقين من المياه الشرب، ونحن في ظروف نشتري البرميل ب10,000 15,000 وب15,000 جنيه البرميل ما نلقاهم، وظروف صعبة جدا. عندنا خلاوي الطلاب ما يجدوا الماء للوضوء ولا للصلاة، ثم ثانيا عندنا ثروة حيوانية تموت من العطش والناس تموت من العطش، وبقروشنا لم نجد. ونحن في هذه القرية يعني ما في شيء مؤثر إلا الماء، وكل القرى المجتمع في هذا المشروع يعني تفقد الماء. الله سبحانه وتعالى يقول واجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا المشروع يعني وصل بالجهد الشعبي ولم يكن للحكومة فيه يد، والناس تعاني فيه معاناة قاسية جدا، خصوصا هذه الأيام الموية تصل ولكنها تصل متقطعة بعد يوم أو يومين، وده نتيجة لقطوعات الكهرباء المتواصلة ومشكلة الديزل الذي لم يأتي متقطعا، وخصوصا في الصيف هنالك معاناة كبيرة جدا جدا، برميل الموية يصل إلى 700 أو إلى 1000. المنطقة دي والله بتعاني من الكثير، لكن الشيء المهم عندنا الموية في الخزان ما متواجدة كثيرة، والمواطن بيعاني أشد المعاناة، والله أشد المعاناة في الحتة دي في كل الخدمات، لكن الشيء المركز عليه الموية فما وصلت بصورة مستمرة. المشروع ده بتستفيد من 20 قرية، طول مجمع القطينة يبلغ 20 قرية، وإحنا بنعاني معاناة شديدة الآن حاليا في الخريف في الحفائر، والمشروع ده بيحل مشكلة الإنسان والحيوان، ولا بد أن المحطة التحويلية في طيبة، إحنا لا بد أن طيبة وإحنا بنساهم فيه زي ما قال أخوان. دي محطة خارجية شاهدنا فيها أهلنا في النيل الأبيض وهم بيشكوا من عدم توفر المياه وعدد القرى اللي ممكن تستفيد
من المشروع الكبير اللي انتم بتقوموا به. احنا وقفنا في نقطه وعرفنا من الاهالي الحوجه اللي هم دايرينها حوجه ماسه قدر شنو، لكن دايرين نشوف المشاكل شنو لحد الان معرقي لانه المشروع ما يتم، بالرغم من انه هو له فتره طويله وانتم ساعيين انكم تنشئوه او تخلوه يصل للصوره المطلوبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فطبعا المشروع يعني بيكون من محطه نيليه واكتملت بنسبه 100%. المأخذ ما اكتمل، يعني البحر لما يرجع او النيل قبل ما يرجع المحطه بتتوقف تماما عن العمل، المحطه تكون ما في. في حاجه ثانيه اللي هو الخزان الارضي بتاع طيبه بينقل المويه للقرى البعيده، ده برضه ما اتعمل في اي حاجه، فبالتالي القرى بتاع طيبه دي كلها بتواجه المشاكل لانه الخزان ما اتعمل. فنحن عندنا طبعا الخط الناقل حقنا، اول حاجه الولايه يعني عملت لنا المحطه وجزء من الخطوط الناقله، لكن الجزء خط الناقل غالبته عملناه كقرى برانا، يعني نحن كقرى بالدعم الشعبي كملنا خط الناقل، بالدعم الشعبي عملنا الشبكات، شبكات المياه بالدعم الشعبي عملنا شبكات المياه. يبقى حسا في الوقت الحالي نحن حنكمل الشغل، يعني حسا عندنا مبادره انه نعمل دعم شعبي عام عشان نكمل الشغل. يبقى عندنا المحطه فيها مشكلتين، المشكله الاولانيه انه البحر بيرجع، المشكله الثانيه انه خطوط الناقله ما وصل الخط الناقل الاخير ما شايل مويه، لانه عندنا خزان في طيبه مفترض عمل، وعندنا خزان في القطينه ده برضو يعني قايم بجهد الشعبي ومشى بصوره كويسه، يعني دي مشاكلنا الحقيقيه. عندنا المشكله الثالثه برضو يعني المحطه ذاتها، مكونات المحطه ذاتها طبعا المحطه من 2009 اتعملت، التشغيل الحقيقي بتاعها بدا 2020 بعد 12 سنه. في بعض المشاكل الفنيه كثيره جدا، يعني دار مراجعه وصيانه. فنحن حقيقه يعني بنتمنى من الولايه انه يا سمحنا نبدا الولايه يقف معانا عشان نحن نعمل الصيانه والمراجعه بتاعتنا دي. المحطه حاسه حاجه ما شغال بكفاءتها القصوى، شغال بس يعني حاجه كده تكفي الناس، لكن بالطاقه القصوى بالمويه تكون على مستوى وفق المعايير العالميه لا، دي ما حتى الان ما اكتملت. موفقين ان شاء الله. طيب يا استاذ عبد الماجد، يعني اهالي المنطقه كان لهم دور في تنفيذ المشروع؟ نعم، أهل المنطقة لما المسألة تمت طالت عليهم، ونحن كلجنة جمعناهم في مؤتمر وقلنا يا جماعة اتحركوا عشان تكملوا مشروعكم ده، وفعلا استجابوا استجابة عظيمة جدا وكملوا. يعني دي الخط الناقل كان 6.5 كيلو من المحطة، 6.5 كيلو، نحن كده ممكن أكملنا حكاية بتاعت 7 كيلو أو أكثر من 7 كيلو بالجهد الشعبي، والمواطنين يعني متجاوبين. ولكن المسألة كلها تكمن في مسألة التشغيل، الذكر وأخونا محطتنا حتى الآن ما عندها رعاية من الولاية، يعني شقالة بجهد شعبي أيضا العامل فيها على الجهد الشعبي، الموظف فيها على الجهد الشعبي. عندنا فقط اللي هو أخونا عماد ومسؤول عن المحطة دي، ومسؤول عن شنو؟ عن أشياء أخرى تابعة للمياه. فالمشاكل يعني حس بها الوالي وقال مشكلتكم دي تكمن في أننا نحن نتضامن ونتشارك كدولة وكولاية وكمواطنين نكمل لكم المأخذ ده. نحن سعينا وجمعنا الناس مرة ثانية، والناس هسه الان دفعت حوالي 6000، وفي ناس جاهزه تدفع اكثر يصل المبلغ 15، وهذا هو المبلغ اللي ذكره لنا الوالي، وبعدها هو يكمل ما تبقى من مال لهذه المحطه. فنناشد الوالي بانه يجيب لنا مهندسين، يجيب لنا موظفين، ويكمل لنا هذا المشروع حتى نرفع نحن يدنا منه، ويكون تابع للحكومه مباشره ما يكون تابع للمواطن. فدي مشاكل مواجهانا في المسألة دي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسرها عبر الحكومة المركزية أو عبر الحكومة الولائية وعبر المواطنين نفسهم يعني إن شاء الله. طيب يا باشمهندس البشر، إحنا نرجع ونقول إنه هل في جهات شركات قائمة بأدوار المجتمعية دعم المشروع واقفة مع المشروع حابين نساهم في المشروع، ولا أنتم ما وصلتوا شركات بس اكتفيتوا بأنكم تصلوا للوالي ولقيتوا منه مبادرة إنه هو يعني يساهم معكم يعني في إنشاء المشروع وإكمال المشروع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني إحنا أصلا يعني المشروع
الولاية حتى ما وضعت الجامعة تعتبر مشروع ناقص. طبعاً الولاية دائرة نسل مياه الشرب، عايزين مشروع كامل عشان يقدروا يبنوا عليه. المشروع يعتبر حتى الآن ناقص، بيعتبروه موسمي، لأن البحر يرجع المحطة بتقيف. الخزانات الأرضية حتى ما تعمل لأنه المشروع ما اكتمل، فبالتالي بقول لك نحن كإدارة ما قدرنا نديره لأنه حتى الآن ناقص باعتبار بالنسبة لهم. فنحن قلنا خلاص في الوقت الحالي نحن نشتغل كأهالي نمشي بالحال عشان الناس الموجودين يستفيدوا منه. فنحن عملنا في رمضان أنا مؤتمر جامعي من المنطقة هناك في المحطة ذاتها، واتفقنا على إنه إحنا يعني نساهم. نحن عملنا بحث في المصانع ولقينا أنسب سعر تقريبا مصنع أمجد المواسير، جينا فواتير مبدئية منه وطرحنا على أهلنا. ففرضنا على القرى يعني مبالغ، وقلنا مع سعادة الوالي قال يا جماعة أنا مستعد أكمل لكم. فنحن هسه حاليا عندنا مبلغ يعني في المصنع زي 6 مليار. فوعدنا على الوالي، لكن الفترة الفاتحة طبعا الوالي كان يعني عنده ظروف صحية كده ما قعد معنا. الوالي حيساهم لكن ما حيكمل، الباقي حيساهم معنا. فنحن برضو يعني نحن كقرى حنساهم والولاية حتساهم، لكن ما طرقنا أباب تانية، يعني حتى ما طرقنا أي باب، ما عاد فقط عندنا بابين فقط، باب بتاع الحكومة باب بتاع أهلنا بس. طيب يا أستاذ عبد الماجد، يعني حاليا المناطق اللي أنتم غطيتوها والمتبقي يعني من الغرى؟ حقيقة نحن المحطة الآن في 8 غرى كبيرة، وال8 غرى عندها غرى متفرعة منها تابعة عليها. ال8 غرى دي يمكن تبقت غريتين فقط، وباقي ال6 غرى دي شربت ما شاء الله مشيت تمام. اي نعم، الغريتين دي الحامدة والقطينة، يعني مشينا كويس، لكن بنحتاج الى سرعة وبنحتاج الى وقفة وبنحتاج الى دعم سريع حتى يهنا المواطن بالمويه الصحيه والمويه يعني يشرب في فتره البحر، يجي مويه حلوه وفلتره وطيبه وكده. في الصيف يعاني معاناه، يقول لك تاني رجعتوا لنا الامراض وتاني يعني غيرتوا حالنا من كده لكده. فنحن نناشد الحكومه المركزيه والحكومه الولائيه ان يكملوا، ونناشد كذلك اهلنا برضو يسارع يكملوا، ونحن على استعداد زي ما ذكر الباشمهندس انه عندنا 6 مليار الان مع مصنع الامجد وكده. نحن اذا الحكومه ذاتها قالت اكملوا ثاني، جيبوا 6 جيبوا 7 جيبوا 8 لغايه 10 نحن بنجيبها للمشروع ده عشان اهلنا يكونوا زيهم وزي الاخرين يشربوا. فمن هنا يعني بنناشد الحكومه المركزيه والحكومه الولائيه ورجالات الخير بانه يسارعوا ويبادروا حتى يؤجروا. نعم، احنا كمان عبر استديوهات مسار جديد بنضم صوتنا لصوتكم، نتمنى الجهات المسؤوله الحكوميه وكمان الشركات الخاصه انه تقوم بادوار المجتمعيه لسقيا اهلنا في النيل الابيض. ونشكركم على جهدكم الكبير وبتقوموا به انتم كاهالي في المنطقه عشان تقوموا بمشروع كبير زي ده. بنشكركم جزيل الشكر كمان على تكبد المشاق والحضور للاستديوهات. شكرا لكم باشمهندس البشر الفقيه الطيب واستاذ عبد الماجد الاحمد. شكرا. شكرا لكم. لا لسه متواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، فاصل نرجع نواصل.